مرحبا للجميع، أطلب فقط استرداد بدل الرعاية الصحية هذا الأسبوع. آخر أسبوع هذا 700,000 شخص لم يفعلوا ذلك بعد، وهذا آخر شهر لتقديم طلب الرعاية الصحية اللي هو الزورتوسلاخ. ما هي الشروط اللي بيحق لك تقدم على الرعاية الصحية؟ لازم يكون دخلك 39,000 يورو بالسنة بسنة 2023 نحن عم نحكي، أوكي؟ وإذا كان لديك شريك فإن الحد الأقصى هو 48,500 يورو في سنة 2023، فهذا آخر أسبوع أصدقائي، فلازم تقدموا عليهم إذا مو مقدمين. 700,000 شخص ما هم مقدمين على طلب الرعاية الصحية يلي هو الزورتوسلاخ. هل إجراءات القاصر أسرع من إجراءات الشخص العادي البالغ يعني؟ لا أصدقائي ما دخل. ممكن الشخص عادي يحصل على إقامة قبل ما القاصر يحصل عليه، وممكن بالعكس صحيح، فما دخل إذا كان قاصر أسرع أو لا. أوكي، معلومة كمان على السريع، إذا كان القاصر عايش مع حدا من قرايبينه هل بيأثر شيء على اللم شمله؟ ما بيأثر شيء على اللم شمله، حقه الطبيعي يعمل لم شمل حتى لو عايش بالكامب أو حدا من قرايبينه، عمه خالته سته يلي هو، ما بيأثر شيء على لم شمله. إجاني سؤال، شو بتنصحنا أخ باسل، على ألمانيا ولا على هولندا؟ أي وحدة أفضل، ألمانيا ولا هولندا؟ صراحة أنا يعني القرار قرارك صديقي، يعني ما فيني أنا أنصحك، أنا بعطيك ممكن يعني بعض الشغلات. هلا بالنسبة لألمانيا فيها شغل أصدقائي، هولندا فيها شغل، ولكن فرص العمل بألمانيا ممكن تكون أكثر من فرص العمل بهولندا، ولكن هولندا لا يعني إنه ما في شغل، لا دائما في شغل وبتلاقي كل شيء بدك إياه. شروط الجنسية الألمانية أصعب من شروط الجنسية الهولندية أصدقائي، أوكي؟ اللغة الألمانية أنا بحسها أصعب من اللغة الهولندية، طبعا أنا هذا من وجهة نظري، أوكي؟ بس القرار قرارك صديقي، يعني ما فيني أنا أقول لك روح على ألمانيا وآخر شيء ما تزبط الأمور معك وترجع تقول ليش ما رحت على هولندا، وبالعكس صحيح. فأنا محلي لو بيرجع الأمر لإلي فأنا بختار هولندا وما بختار ألمانيا، أنا هاي وجهة نظري، يعني أنا مو لأني عايش بهولندا، يعني حتى لو كنت عايش ولسه ما إجيت على أوروبا وخيروني بين الاثنين أنا بختار هولندا وما بختار ألمانيا. رواتب الأطفال بألمانيا بيقولوا أحسن من رواتب الأطفال بهولندا، ف يعني كل شيء له شيء الصراحة، يعني اثنيناتهم نفس الشيء، اثنيناتهم فيك تقدم لجوء فيهم، فيك تحصل على لم الشمل، فيك تحصل على الإقامات، ولكن لم الشمل بهولندا أسهل أو شروطها أسهل، لم شمل أفضل من ألمانيا، لأنه ألمانيا إذا كان شخص قاصر فما فينه يعمل لم شمل غير أبوه وأمه وأخواته قاصر، أما أخواته البالغين ما فينه يعمل لم شمل، أما بهولندا بتقدر تسوي لم شمل ولكن بشروط، أوكي؟ فالقرار قرار صديقي، لكن ألمانيا ولا هولندا بالنسبة لي أنا بختار هولندا صديقي، ولكن ألمانيا ممتازة كتير بس أنا أفضل هولندا. أصدقائي بس بدي نبهكم على شغلة، بس ما بعرف إذا لهلا بعدها موجودة عم بيساووها عم بيعملوا هذا الشيء أو لا، أنا سمعت فيها من فترة بس هلا ما بعرف إذا بعدهم عم بيشتغلوا بهاي الطريقة أو لا. سماعات الإذن، يعني إذا أنت رايح تساوي فحص النظري مشان السواقة تاخد شهادة سواقة، في ناس بيقولوا لك إنه نحنا منسهل لك الوضع، نحط لك سماعة ومنجاوب على الأسئلة كلها، أنت بتقرأ السؤال أو بالكاميرا وعن طريق الكاميرا وهيك، فمنشوف السؤال ومنجاوب على السؤال وانت بتحط الخيار الصحيح يلي يعني نحن بنقول لك اياه، بس لازم تدفع مبلغ 1500 2000 3000 يلي هو لحتى تقدر تنجح. انا ما بنصح، ما بعرف اذا هلا موجوده، انا ما بنصح حدا يعمل هيك شيء لانه اذا انكمشتوا رح تصير فيه كتير مشكله ومشكله كبيره، فيفضل انكم لا تساووا هاي الخطوة اصدقائي، اذا سمعتوا فيها او اذا حدا قالكم انا بضمن لك النجاح 100% بس نحن بدنا نحط سماعة بإذنك او كاميرا، ما بعرف صراحة كيف الطريقة، وبتقرأ انت السؤال ونحن منجاوب على السؤال من دون انت ما تعرفه، يعني حتى لو ما كنت تعرف السؤال نحن بنقول لك شو هو السؤال عن طريق السماعة وانت بتكون ناجح 100%، بس بدك تدفع مبلغ زيادة. أنا ما بنصح بهاي العملية أصدقائي، ما بعرف إذا لهلا موجودة أو لا، بس أنا سمعت فيها وأنا حبيت نبهكم لحتى ما توقعوا بهذا الغلط أصدقائي. أنا بحب أنصح أي شخص
جديد ما عنده معلومات لحتى يقدر يستفيد وما يقع بأي غلط ممكن توديه لمشاكل كبيرة. أوكي أصدقائي، هلا بننتقل لبعض الأخبار بهولندا. توفى سائق شاحنة التوصيل بسبب حادث بين شاحنة التوصيل وشاحنة أخرى على الطريق السريع A15، وهذا ما ذكرته الشرطة. هلا بننتقل لخبر خارج هولندا. الفوضى في المطارات البريطانية بعد عطل فني قد تستمر لأيام. المشاكل التي نشأت يوم الاثنين بسبب عطل فني في مراقبة الحركة الجوية في بريطانيا قد تستمر لعدة أيام. قد يواجه آلاف المسافرين في طريقهم إلى بريطانيا تأخيرات طويلة. لهون أنا بكون أنهيت الفيديو أصدقائي، أتمناكم كل خير وتوفيق. لا تنسوا باشتراك القناة لنستمر بهذا المحتوى. تحياتي للجميع وباي باي.